الشوط الثاني. نتيجة طبيعية جدا توقعناها. حضرتك توقعت. توقعناها وقلت لك الشرطة هتلعب ازاي واكملت بنفس الاسلوب. لم تستغل عددا كبيرا من الاخطاء الساذجة من مدافعي الاهلي في الشوط الثاني، جالهم انفرادات واضحة، ولولا الرغبة فقط في التعادل كان ممكن الشرطة يخطف الفوز. نادي الأهلي لم يشعر لاعبوه بأهمية المباراة وضرورة الفوز إلا في آخر 10 دقائق فقط، 5 دقائق من الوقت الأصلي وخمس دقائق من الوقت بدل الضائع. الحقيقة النتيجة طبيعية جدا لمباراة باهتة جدا، مباراة خلت من الأداء، خلت من الجدية، خلت من كل شيء، حتى يمكن التحكيم النهاردة والأقل في المرحلة الأولى. كنا نتمنى أن يبقى التحكيم في المرحلة الأولى جيد. ياسر عبد الرؤوف ما كانش موفق في أمور كتيرة جدا جدا، زي إنما إيه دكتور؟ في طريقة احتسابه للأخطاء، طريقة إنذاراته، يعني معيار الإنذار مش موفق. ألعاب تافهة ينذر فيها وألعاب واضحة لا ينذر فيها. كان أكبر لحظة في عدم التوفيق لما حط إيده في جيبه عشان ينذر لاعب الشرطة اللي عمل مخالفة شديدة، فلما لقاه صامويل كيرا وهيبقى طرد فدخل الكارت تاني، ده شيء رديء. وهو المفروض يتعلم منه انه ما يحطش ايده في جيبه تاني الا لما يعرف مين، يعني هو ده هيبقى درس لي، ان ما تستعجلش، ما تحطش ايدك لجيبك، ما حدش في الدنيا بيجبرك انك تحط ايدك في جيبك بسرعة، انتظر شوف اللاعب. هل انت من النوع اللي بتخاف انك تطرد بدري؟ يبقى تستنى شوي. انما اداء الاهلي لا يرقى ابدا ابدا للفوز، مهما كان الأداء ومهما كانت السيطرة ومهما كان الهجوم. كرة القدم مش هجوم، كرة القدم أهداف. النادي الأهلي لم يفعل شيئا يستحق عليه الفوز النهاردة. التعادل نتيجة طبيعية رغم أنك مستحوذ على كل كرة الاستحواذ لا يفعل شيئا، التواجد دايما في منطقة جزاء وما عندوش لعيب يجيب جول. النادي الأهلي اشترى 70 لعيب مفهومش لعيب يجيب جول، والنهاردة مباراة بتؤكد أن محمد أبو تريكة ومحمد بركات أقل كتير كتير جدا من الاسمين الكبار اللي كل مصر عارفاهم. حتى بركات جات له فرصة انفراد كامل في نهاية المباراة، يمكن الانفراد الأسهل في المباراة، تباطأ بشكل غير معقول. بركات ما عندوش السرعة، وهو الذي تميز طول بالسرعة. عمره بالسرعة، ما عندوش سرعة التصرف، عندوش السرعة في الكرة دي، سرعة التصرف في الكرة دي. الحقيقة ده بيعكس ان النادي الاهلي حتى رغم كل ده احساسهم باهمية المباراة ما ظهرش غير اعتبارا من دقيقة 85، وده برضو شيء بليد، انك تبقى فريق بليد، فريق انك تفضل تلعب 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 بلا مبالاة لا مبالاة لغاية الدقيقة 85 تبتدي تهتم. لا طب ما خلاص الماتش عدى، الماتش عدى، الماتش زمنه مش الخمس دقايق الاخيره. كمان يحسب ضد الحكم سماحه بعلاج عدد كبير من اللاعبين في الشوط الثاني في ارض الملعب، ده شيء رديء. 7 مرات اللعب توقف، 7 مرات، ده بيفسد كره القدم، هي اساسا فاسده، هو شوط فاسد ومباراه فاسده. يجب على الحكم ألا يسمح بالعلاج المتكرر للاعبين داخل أرض الملعب، ويجب أن ينذر اللاعب الذي يخطئ بالسقوط وطلب العلاج. إنما في النهاية النتيجة من وجهة نظري عادلة وفقا للأداء الباهت من الجانبين. طيب احنا اتكلمنا عن نادي الأهلي برضو قبل المباراة، قلنا ان الثلاث لقاءات اللي لعبهم السنة دي سواء في السوبر أو دوري أبطال أفريقيا هيفرقوا معاه كلياقة مباريات، وهتخليه شوية ليه السبق أو ليه الأفضلية عن فريق اتحاد الشرطة. النهاردة فعلا النادي الأهلي كان معاه كورة مستحوذ كل حاجة، طب ليه ما قدرش يا دكتور علاء يوصل لمرمى اتحاد الشرطة أو يسجل رغم السيطرة في معظم فترات المباراة؟ الأهلي افتقد لعنصرين رئيسيين يجيبوا جوال، عنصر السرعة وعنصر المباغتة أو الخلق. لا كان في عنصر سرعة ولا كان في عنصر خلق وإبداع، ألعاب كلها مكشوفة مقروءة، كلها أمام المدافعين، كرات عالية سواء من الخلف أو من الجانبين، كلها مقروءة، كلها سهلة، مفيش ألعاب فيها ابتكار. اللعبة اللي فيها ابتكار شريف عفضيل في الشوط الأول عدى ودخل لغاية خط المرمى وعملها، أبو تريكة لعبها براسه بطريقة مش سليمة. اللعبة التانية اتلعبت كويسة جدا لحسام لمحمد بركات، انفرد انفراد كامل وتباطأ فضاعة الفرصة. إنما
في الأول وفي الآخر فريق بدون سرعة، فريق بدون ابتكار، لا يمكن أن يحقق تفوقا على الإطلاق. طيب مش الطريقة النهاردة بتاعت اتحاد الشرطة هي اللي أجبرت النادي الأهلي اللي هو يلعب كده الكرات الطويلة سواء من الجنبين أو من العمق، وخلت برضو أن النادي الأهلي مش قادر يخترق سواء من التسديد من خارج؟ شفنا أكتر من تسديدة بتصطدم في أجسام لعيبة اتحاد الشرطة، شفنا كمان أكتر من كرة عرضية، لكن التواجد والتكتل الدفاعي لفريق اتحاد الشرطة كان الكرة من نصيبه. أنا ما يعجبنيش السيطرة السلبية أو السيطرة الباهتة. سيطرة يعني خلق فرص، يعني تسديد على المرمى، يعني أهداف. إنما النادي الأهلي عمل خطأ النهاردة في غياب سيد معوض، لعب شريف عبد الفضيل في الناحية اليسرى، بالمناسبة أدى مباراة طيبة، كان يجب أن يبقى الشغل كله على الجانب الأيمن، لأن شريف عبد الفضيل بيلعب مش في حتته، ما اعتمدش عليه قوي، لازم اعتمد على النجم بتاعي في الجانب الأيمن. ومن هنا قلت لك بين الشوطين لازم كان ينادي محمد بركات في الجانب الأيمن. التشكيلة الحقيقة ما كانتش فيها توفيق، كان فيها رص أكتر منها كان فيها عنصر اختيار. طيب النادي الاهلي السنه دي جايب افضل صفقات يا دكتور علاء، الناس كلها متخيله النادي الاهلي هياخد الدوري بسهوله وانه هيتفوق على كل الانديه. هل صفقات النادي الاهلي النهارده ما اثرتش معايا زي محمد ناجي جده، زي محمد غدار لما نزل في اخر ربع ساعه، كمان حسام غالي اللي بدا اللقاء النهارده، ولا لسه شويه الحكم بدري قوي اللي احنا نقدر نقول صفقات ومش صفقات؟ اولا لابد اللاعبين الجدد ينسجموا مع اللاعبين القدامى، وده محتاج وقت. ثانيا محمد شوقي احد الصفقات البارزه، لسه ما بداش حتى على الاطلاق. ولما تيجي تقول الصفقات هو شوقي وجده وحسام غالي فقط، مين غير دول؟ غدار، محمد غدار. لا غدار ايه يا راجل، غدار لبناني، لاعب لبناني، ولبنان يعني في كرة القدم ما عندهاش مستوى نقدر. ايوه بس اكيد النادي الاهلي اختار يبقى لعيب يعني، لا النادي حسام اتفرج عليه اكتر من مرة. لا النادي الاهلي خده لان ما عندوش غيره، خده لان ما بقاش قدامه غيره، وده يعني يجب ان فريق بحجم النادي الاهلي او ده كان في الراجل العراقي اسمه مصطفى كريم. بص يا كريم، فريق بحجم النادي الأهلي لابد أنه يسعى من بداية الموسم للتفكير في الموسم اللي بعده، لابد أن يضع تحت عينيه عدد من اللاعبين للموسم اللي جاي، لابد أن هو يراقبهم، ولابد أن يبدأ التفاوض معهم من يناير المقبل، بحيث أن يبقى عنده اختيارات. مش آجي في آخر لحظة واحد يبعت لي لعيب اسمه غدار أبص عليه أقول له لا مش عايزك، وبعدين أبقى ما مصطفى كريم مش حيندي، طب تعالى يا غدار. ده شغل مش شغل نادي كبير، مش شغل نادي محترف. عيب، ده عيب يعني ان النادي الاهلي اعلن رسميا انه استغنى عن غدار. عبد الحميد شبانه كمان موجود خلي بالك، بس ما شفناهوش النهارده ولا شفناه حتى في قائمه الاحتياط، مش عارف هل عنده اصابه ولا لا. هو الحقيقه عبد الحميد شبانه ما يعني ما هوش اللاعب المميز جدا، ايضا احنا شفناه مع غزل المحله السنه اللي فاتت، ما اللعبه الماتش الوحيد اللي لفت نظرنا لما خدع فهيم عمر وخد ركله جزاء ضد النادي الاهلي. ده كان يعني النادي الاهلي خده عشان هو ضحك عليه بس، عشان ما تضحكش عليه تاني، بس ما كانش هيضحك عليه تاني لانه غزل المحله نزل. عايز برضه اتكلم في نقطه محمود ابو السعود، يعني شايفه لغايه دلوقتي مش موجود في القايمه، يعني اكيد لما يجي يخش هيخش على سبيل الاحتياطي لشريف اكرامي. شايفين محمود ابو السعود هو الحارس الثالث لمنتخب مصر مش موجود في اي مباراه او اي قائمه من قوائم المباريات اللي الاهلي لعبها السنه دي؟ إيه النادي الاهلي هيلعب السنه دي في كاس السوبر، وشفنا خلاص كاس السوبر خلصت، هيلعب في دوري ابطال افريقيا ومستمر الفتره، هيلعب في الدوري الممتاز ومستمر، هيلعب دوري ابطال افريقيا اللي جاي، هيلعب جديد كاس مصر، يعني عنده حوالي من 50 الى 60 مباراه. ابو سعود هياخد فرصته، هياخد فرصته امتى الله اعلم، انما 100% هياخد فرصته، وعلينا ان احنا ننتظر لغايه ما ياخد فرصته ونقدر نحكم عليه لما ياخد فرصته. جماهير النادي الاهلي النهارده بعد ما اتفرجت على الماتش تخاف على فرقتها قبل مباراه شبيبه القبائل، ولا دي حاجه ودي حاجه ولسه مباراه دوري ابطال افريقيا قدامها حوالي اسبوع؟ لا هو الحقيقه النادي الاهلي حتى الان لم يثبت جفاءته ولا جدارته في هارتلاند كان دون المستوى، امام حرس الحدود واجه حرس الحدود الذي كان في أسوأ حالاته، انا ما ظروفي ما سمحت ليش ان انا اشوف مباراه الاسماعيلي فمش هحكم عليها، انما انا شفت مباراه اليوم الاهلي في حاله سيئه للغايه. هذا الفريق اذا استمر على هذا المستوى لا يفوز ببطوله الدوري ولا يفوز ببطوله افريقيا ولا يفوز ببطوله طويله الامد، لابد ان النادي الاهلي يعود الى الكرة. انا شايف ان الحكم